كاين احتفال بالنسبة للتلاميذ المتفوقين الأوائل، باش احتفال اللي قامت به الجمعية ديال جمعية الآباء بالمؤسسة، فالتتويج كاين هذا الحفل لتتويج الأبناء ديالنا اللي هما كانوا متفوقين بطبيعة الحال، وهذا بالمجهودات ديالهم وبالمجهودات ديال الطاقم التربوي ديال المؤسسة. فكل صابر كل اجتهد في هذه السنة الدراسية باش كانت عندنا نتيجة رائعة، خاصة في الدورة الثانية فكانت نتائج جد 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 مشرفة. بالنسبة للمستوى السادس كانت نتائج رائعة بزاف، لأن المجهودات بانت ديال التلامد ولا ديال الطاقم التربوي بطبيعة الحال، وعلى رأسهم السيد المدير ديال المؤسسة السيد عبد الجليل اللي غادي ينتقل، للأسف غادي ينتقل من المؤسسة غيمشي مؤسسة واحدة أخرى وما سخيناش به، لأنه كان بالنسبة لنا ماشي غير مدير، فكان الأخ، كان الأب لواحد المجموعة ديال الأساتذة الجدد، كان الموجه، كان المعين ليهم، يعني كان لينا حنا كنتعاملوا كأننا أسرة واحدة، ما كنحسوش في العمل ديالنا، كان كاين طاقم تربوي كاين طاقم اداري، فكلنا متعاونين وكلنا وهذا التعاون هو اللي عطانا هذه النتيجه اللي كان شرفتنا وشرفت المؤسسه ديالنا، واللي احنا فرحان اليوم لان مجموعه ديال التلاميذ كلهم كانوا في معدلات فوق 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 المستوى، بصراحه كانت رائعه النتائج. فكنشكروا جمعيه الاباء اللي دارت هذا الحفل، فهذه مبادره رائعه باش نعطيو لكل واحد الحق ديالو، التلاميذ هما باش نشجعوهم باش نزيدوا دائما قدام. بهذه المناسبه كنكرموا الوليدات اللي جاوا في الاوائل ديال على صعيد المؤسسه، وكنحفزوهم على هذا المجهود اللي قاموا به، وباش وليدات اخرين ان شاء الله يكونوا حتى هما يديروا بحالهم. في نفس الوقت ان شاء الله غادي نكرموا السيد المدير لانه دوز واحد المده هنايا، وكنشكروه على المجهود اللي قام به لصالح الوليدات والاباء والجميع. اليوم تلقيت دعوه من طرف جمعيه امهات واباء اولياء التلاميذ فاطمه الفهريه بالرحمه واحد، وحضرت لهذا الحفل اللي كان حفل قيم تبارك الله عليهم هذه الجمعيه اللي قامت بتكريم مدير المؤسسه والاطر الاداريه، وكذلك تكريم وتتويج التلاميذ المتفوقين. ومن هذا المنبر كنوجه لهم التحيه والشكر ومزيدا من التوفيق والعطاء، وكنتمنى لجمعيه الاباء الاخرى حتى هما يكرموا الاساتذه لانهم هما مربوا الاجيال الصاعده، وتشجيع كذلك تحفيز وتشجيع التلاميذ على المثابره والعطاء، وشكرا.